الساعات اللي فاتت شفنا كلنا اللي حصل في دولة الإمارات الشقيقة والأمطار اللي غرقت الشوارع، وكان سبب في فقد عدد كبير من الأهالي لسياراتهم اللي غمرتها المياه في مشهد صعب ووجع قلوبنا كلنا. والناس كلها كانت بتصلي لأهل دبي وتدعي لهم إن الأزمة تعدي على خير بعد الظروف الصعبة والأمطار اللي تعرضوا لها في اليومين اللي فاتوا. إحنا في الفيديو ده هنقول لك تعمل إيه لو عربيتك لا قدر الله دخلت في مياه، يعني كنت في نفس الموقف ولقيت نفسك محاصر بكمية كبيرة من المياه والعربية طفت منك، تشغلها تاني ولا لأ؟ بص يا سيدي، أول حاجة تعملها لو كنت في موقف زي ده إنك ما تحاولش بأي شكل إنك تشغل العربية تاني. أيوة بالله عليك كده، ما تفكرش تشغل دماغك وتقول لما العربية هتدور وتحاول تطلع، لأنك بالطريقة دي ممكن تتسبب في أزمة كبيرة لعربيتك وتبقى بدل المصيبة اتنين، وهي انك اول ما بتحاول تشغل العربية تاني بعد ما دخل فيها المية البستم بيضغط المية فبيتعوج او يتكسر والمحرك بيبوظ، وهتحتاج تعمل عمرة للعربية وتغير كل ده تاني، وطبعا هتكلفك فلوس كتيرة. انت طبعا في غنى عن الخيار ده او انك تغلط الغلطة دي. طيب يا ترى تعمل ايه في الموقف ده؟ المية محصراك وانت واقف بالعربية بعد ما عطلت منك. اول حاجة تعملها تبص على فلتر الهواء، لو الفلتر بتاع الهواء دخل فيه مية اوعى تشغل المحرك. تاني حاجة تعملها تحاول تزق العربية وتطلع في مكان افضل من اللي انت فيه، وده التصرف الصحيح اللي تعمله. بعد كده تفكر كويس في انك تعمل حاجة سريعة، وهي انك تفصل البطارية وبعدها تتصل على الونش وتنقل العربية لمركز متخصص هو هيتعامل معها. النصايح دي قدمها واحد من المتخصصين في السيارات، وده بعد المشاهد الصعبة اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا، خصوصا ان اغلبنا لما بيكون في المواقف دي اول حاجة بيفكر فيها فعلا هو ان لما العربية تقف بسبب المية يعيد تدويرها تاني ويقول انها تشتغل وهتطلع من المية، لكن ده بيكون كارثة في حد ذاته لانك هتبوظ المحرك، وده اللي حصل مع اكتر من حالة وقعت في نفس الموقف بالظبط بسبب الاحداث في دبي اللي اثرت علينا كلنا، خصوصا ان المشاهد كانت صعبة وغير متوقعة وما حدش كان متخيل ان العاصفة تعمل كده. الكل كان منتظر انها تكون تغيرات مناخية مش اكتر، لكن البداية كانت مع العاصفة اللي كانت بتوقع الشجر وبقوة كبيرة وبعدها تحولت لسيول وامطار كثيفة خلت المية تكون في الشوارع وتوصل لنص العربيات وكمان تغمر عدد كبير من الشقق، لدرجة ان في ناس اضطرت انها تسيب الشقق بتاعتها بسبب اللي حصل مع الامطار الكثيفة. الاوضاع في دبي اتحسنت وده بفضل الجهود اللي حصلت على مدار الايام اللي فاتت من سرعة تصرف واستجابة لكل الاستغاثات، وكمان مع دعوات المصريين اللي ما فرقتش الاشقاء في منحتهم علشان ترجع الحياة من تاني لطبيعتها.